شوية. ثلاث أمور أساسية تسويها عادة لغة الجسد لما تبغى تمسك الحصان في البدوك. طبعا وسعة وضيقة على كده، بس نقدر نجزئها ثلاث أجزاء أساسية. الرئيسية والطبيعية هي حقي في إيقافك مباشرة، أدخل عليك وانصاك، خفنا نرى عن وش سويت أنت، بتعامل معك صح أوقف. كذا من حقي مع أي حصانة دربة مع الوقت المفروض يعرف الشيء هذا، أوقفك متى ما أردت. الشيء الثاني، إذا بدأ الحصان يمون عليك وهو اختياري، مو لازم يسويه، بس أغلب الخيم دربتين بتسويه إنه يجيني، أدخله وأوقف وأطالع فيه وافترض من نفسه يجيني. أغلب الخيم المفروض تسوي الشيء لو توصل المرحلة هذه بعد ثقة مع الوقت، مع إنه لو قال لا ما نحاش، لكن ما جاء من حقه. المرحلة الأخيرة وهي الميانة، إني أجي التعامل مع الحصان في البدوك أو البايك أو اللي هو، أعلم الحصان إني قادر على طرده لو جاني بشكل مبالغ فيه، يبغى يلعب، يبغى يسيطر، يبغى يهجم إلى آخره، قادر على طرده عني أو توخيره عني، ثم بسهولة إيقافه. فأوخرك وانت جايني، ثم لما بالغت في الهروب أوقفك. وهذه تدخل موضوع الميانة، يعني علم الحصان يقدر أمون عليك أو أنك واثق فيني ثقة زايدة وأنا واثق فيك ثقة زايدة. هذه الأمور ما لها علاقة بلغة الجسد فقط، لها علاقة بالكود. لما تقاود الحصان الشيء ذا بيصير أيضا في الكود. القدرة على إيقاف الحصان في البدوك متى ما أردت يوازيها في الكود إيقاف الحصان لما يبغى يزيد أو ينطلق أو يتفلت وانت قاوده. القدرة على جعل الحصان يجيك بدون ما تجي وانت واقف يوازيها فكرة انك وانت واقف جنب الحصان في الجود لو حاول يزيد مواكبتك لا تخليه يرجع ورا بدون ما ترجعه ورا، يرضيك ويحترمك من امر واضح منك. المرحلة الثالثة اللي هي انك تعلم انك قادر على طرده ثم فجأة توقفه، تدخل في موضوع الميانة لما تسوي اختبارات موسيقى او تبالغ في المزح مع الحصان او تحريكه وهش وطرده الى اخره، نفس الوقت ما يقدر ينطلق. هذه الامور اللي سويتها في الجود الثلاث بتسوي في الركوب. القدرة على ايقافك على السيف او حصان جديد لما يحاول يزيد، والقدرة على محاولة الزيادة أو محاولة الانطلاق لو كان صوت مضبوط يؤدي إلى وقوفه ورجوع الخط بدون أمر واضح منك. والمرحلة الأخيرة اللي موضوع الميانة يوازيها في الركوب، إنك لو دكيته وعطيته صوت أو انتقته ومو متوقع الشيء ده أستطيع أتحكم فيه. إذن هي أمور تسويها للإعداد للجود وتسويها في الجود إعدادا للركوب. فإذا كان الحصان بيركب ركوب جدي أسباق ما أسباق إلى آخره أو بيركب حصان ركوب لابد منها، لأن إذا قالك لا في لغة الجسد ونجح بيحاول أكثر بالجود بينجح أكثر، وبيحاول أكثر في الركوب بينجح أكثر. بينما إذا قالك لا أو فشل سيفشل في الأمور الأخرى. لكن الحصان ما راح يركب أبدا وما راح يركب ركوب جدي مثل حصان جمال وغيره، في الحالة دي ما عندهم مهم أصلا حتى في الجود، ما أنت طالب الأشياء دي، هنا يتغير الموضوع. فلكل طير عن قواعد اللعبة، لكن الغالب الأمور اللي تسوى في الخيل فيها ركوب واضح، والركوب الواضح يعني إن الحصان مفروض يعرف إنه ما يقدر يقول لا، ولو قال لي بيفشل إذا يبدأ الموضوع من لغة الجسد. حتى لو طمرت شوي وقاودت الحصان ثم رجعت سويتها، مو معناته اسويها اول يوم لازم اسويها، بس قصدي كل يوم وانا داخل عليه عشان اقاود بتعامل معه شيء بلغه الجسد. فمع الوقت بعد اسبوع اسبوعين حتى لو ما ركزت بلغه الجسد بيصل للمراحل الثلاثه في لغه الجسد وما ركز فيها، فما كان ركزت فيها